انتو عندكن الأسئلة ونحن عنا الأجوبة. ميا المندلة سفيرة لوريال بروفيشنال وخبيرة ألوان محترفة بصالون سيمون المندلة. نيكولا حلا سفير لوريال بروفيشنال بيملك وبيدير صالون باسمه. نيكولا شو في أزعج منك بهاتين هون الشعر؟ بتصور إنه ما في أصعب من الأندرتون الغريبة اللي بتظهر فجأة، كأنه كل أنواع الشامبو البيربل ما بينفعوا إلا مع الشعر الأشقر، معقول؟ حتى إنه بيخلوا الشعر يبين بلا حياة. تعرف لهلا بنسأل حالنا عن السر اللي بيساعدنا نحافظ على حيوية الشعر خصوصي بس نفل من الصالون. قصدك لهلا؟ لهلا. تعالوا نخبركم السر، رح نقلكم ليش التونر ما عم يبرز جمال شعركم. خلينا نترك ورانا كل شيء بنفسجي ونكتشف سوا المنتج الثوري الجديد من لوريال بروفيسيونيل كروما كريم. كونك خبيرة بهالمجال، شو هي المشاكل الشائعة اللي عادة بتواجه الزباين بعد صبغ الشعر؟ بعد عدة غسلات بتبعت الصبغة بتنطفي لمعة الألوان، حتى إنه الأندرتونز الأصفر والأورانج والحمراء ترجع بتظهر من جديد. السبب عموماً معروف، هو طبقات الشعر التحتية الكتيرة، يعني بمعنى تاني شعر البني الغامق والبني عنده أندرتون أحمر، والشعر البني الفاتح والأشقر عنده أندرتون أورانج، أما الشعر الأشقر الفاتح عنده أندرتون أصفر. طيب شو يلي بيخلي الأندرتونز يبينوا؟ لازم نعرف إنه حتى الشعر عنده أعداء كتار، من المي، تعرض للشمس، الحرارة، الأشعة فوق البنفسجية وحتى الأكسجين الموجود بالهواء، وكل ما تعرضنا أكتر بتبين الألوان الأندرتون أسهل. يعني للأسف السباحة وتعرضنا للشمس كتير رح يخلي الأندرتونز تظهر أكتر. لكن كيف بنحمي شعرنا من ظهور هالأندرتونز؟ خلينا بالأول نتفق إنه نقطة البداية بكل شيء عم نحكي هي الألوان الأساسية، ننطلق منها ونحلل علمياً هالمسألة. كيف؟ كلنا بنعرف إنه الألوان الأساسية هي الألوان النقية وما بتنتج من خلال خلط الألوان مع بعض، يعني مثل الأزرق الأحمر والأصفر. هالألوان هي أساس الألوان الثانوية، إذا خلطنا الأزرق والأصفر بيطلع معنا الأخضر، وخلط الأزرق مع الأحمر بيعطينا البنفسجي، أما إذا مزجنا الأحمر مع الأصفر نحصل على البرتقالي. تحليل عجلة الألوان بيساعدنا توضح الصورة أكثر. لتصحيح اللون الأصفر نستخدم البنفسجي، وتصحيح الأندرتون الأحمر نستعين بالأخضر، أما اللون البرتقالي أو الأورانج بيتصحح من خلال استخدام الأزرق. وعلى فكرة هالقواعد اللذيذة اللي عم نحكي عنها نستخدمها كمصممين للشعر مثلنا، مثل الرسامين والمصورين وكل شخص بيشتغل بالألوان، يعني الألوان بجمالها وتعقيداتها تبقى نفسها وين ما كانت. نرجع للشامبو، أي نوع لأي لون؟ رح نحكي عن قاعدة أساسية واضحة وسهلة، إذا كان الشعر أشقر بلاتيني ننصح بالشامبو البنفسجي، أما إذا الشعر بني فاتح لمتوسط فبيحتاج الشامبو الأزرق، بينما الشعر البني للأسود بده الشامبو الأخضر. تماماً، ببساطة ومثل ما قلت كل أنواع الشامبو مخصصة لمجموعة مختلفة من ألوان الشعر، لهيك استخدام الشامبو البنفسجي على الشعر البني فكرة سيئة ما رح تنجح. ليه؟ لأنه السر يلي عم نجرب نخبركم إياه هو أهمية استخدام التركيبة المناسبة للشعر المناسب. الشامبو ما رح يكون فعال إلا من خلال استعماله على اللون المناسب حتى يقدر يصحح اللون ويعطي الحيوية المطلوبة. السؤال يلي حير الكل، هل الشامبو الأزرق والأخضر مثل الشامبو البنفسجي؟ لا، الشامبو البنفسجي مصمم للشعر الأشقر، يعني تيخفف ظهور الصفار اللي ببين لما تبهت الصبغة بعد عدة غسلات. وبدك تعرف بعد، حوالي 28% بس من النساء عندهم شعر أشقر، بينما حوالي 90% من الشامبويات المصححة للشعر بالسوق هي بيربل. تخيل. هيدا اللي بيخلي كتار من الناس يرجعوا على الصالون مرة واثنين وثلاثة ليصبغوا شعرهم عن جديد، لأنه ببساطة عم يستخدموا الشامبو الغلط. صحيح، هالسر أساسه علم الألوان وكل هالقصص بتصب بخانة واحدة. ميا، خبرينا عن لون الشامبو اللي بتستخدميه لشعرك. فينا نقول إنه هالسؤال هو من أكثر الأسئلة اللي بنسألها بحياتي، والجواب هو كروما كريم. اللي بحبه عن جد بكروما كريم هو ملمس المخملة اللي بيخلي الشعر مثل الحرير، يعني كيف بدي أقول لي ناعم وكأنه هلأ مرتبتيه.
هيدا غير المظهر الخرافي اللي بيعطينا إياه لون مشبع ولمعة صحية كلها حياة. بوافق كلامك. تركيبات تصحيح الألوان التانية ما فيها العناية اللي بيقدمها كروما كرام. إحساس الرائع بأن الجزيئات الصغيرة عم تهتم بشعر التالف وترجع له الحياة ما بتتلاقى بولا تركيبة تانية. كيف بنستعمل كروما كرام؟ منغسل الشعر فيه مرة كل مرتين أو ثلاث مرات حمام، بس كمان هالشي معتمد على البهتين اللي مبين على لون الشعر. ما تنسي ميا أنه فعاليته بالتصحيح بتعتمد كمان على المدة اللي بتتركيه على الشعر، يعني إذا الشعر غامق وفي تدرجات ألوان كتيرة وبحاجة لنعالجها ونصححها رح تحتاج تتركي كروما كريم على الشعر لفترة أطول. نيكولا، شو رأيك بشعر الموديل؟ شو لازم ينعمل فيه؟ مثل ما عم نشوف الموديل لون شعره أشقر ميل على صفار، هنفكر نستعمل لك كروما كريم بيربل شامبو. بوافقك الرأي تماما، وهلا رح نفرجون الابليكيشن ستيب باي ستيب لكروما كريم. ونحن كبروفيشنالز بنفضل نحط كفوف تما يدبغ اللون على ايدينا. وهلا رح نغسل لها شعره. رح نستعمل بيربل شامبو، بنحط الشامبو مثل اي شامبو عادي نفس الكميه، واكيد بنبلش من فوق لتحت، بنوزع البرودكتس على كل الشعر. ميا اقولك قد ايه بتركه على الشعر؟ هلا بالحاله تبعها فينا نتركه من دقيقتين لاربع دقائق ماكسيموم تيرجع يبرز اللمعيه واللون تبع شعره. اكيد. من بعد ما تركناهم 3-4 دقايق على الشعر رح نفوح كل الشامبو من على الراس، ما منخلي ولا شيء على الشعر. يعني بالخلاصة بدك لون شعر رائع ما يبهت ويبقى كله حيوية ويضاير حتى بعد ما تفلي من الصالون. السر هلأ صار بين إيديكم. كروما كريم.